السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أداة تفحص الموديل بتاعك. بتحمل الأداة زي ما أنت عايز 2017 18 19 20، وتحمل الحاجة اللي أنت عايز تقارن خلالها. يعني في أكتر من قاعدة أو في أكتر من معايير تقدر من خلالها تأكد الموديل بتاعك ده سليم. كل واحد فيهم بيبقى ليه أسامي الليارات معينة، طريقة تسمية وهكذا. طيب تعال نشوف كده في الملف بتاعنا اهوت. هاجي هنا على البيم ديت بيم تولز واقول له سيت اب، وابدا اختار الملف الاساسي اللي انا هقارن من خلاله. وليكن مثلا الملف دوت بيبقى ملف اكس ام ال. هو بقى بيتاكد هل الشغل بتاعي مطابق للمواصفات ولا لا، فاقول له سيف اند كلوز، وبعد كده هقول له ران. بيقول لي هو ده الموديل اللي انت عايز تقارن، ممكن تضيف اكتر من موديل، مش لازم هو ده بس. ممكن تقول له تشيك اول لينك، لو ده في كذا في ريفت لينك مربوط بيه بيبدأ يفحصه كمان. هو بقى بيبدأ يفحص الموديل دوت، يقارن اسامي الفاميلي، يقارن اسامي الشغل، بيقول لك ان في اخطاء هيت حصلت، وتقدر تاخد الاخطاء دي كوبي او تقدر تسيفها اتش تي ام ال او تسيفها اكسل. فيو ريبورت، انا عايز ابدا اشوف الريبورت في اي وقت اقدر اشوفه تاني. ممكن اقول له انا عايز اسيفه ك HTML، اسيفه مثلا على الديسكتوب. بيبدا بقى يقول لي الاخطاء اللي موجوده بحيث ان انا ابدا اصلحها بدل ما ابعت الموديل وتطلع في مشاكل. او ممكن اكون انا الريفيور فابدا اشوف التقرير دوت وابدا ابعته اقول له خلي بالك ان في مشاكل، عدد المشاكل مثلا في 5-2 رونج ما وورنينج ما تحلوش. الفايل سايز لو السايز كبير او صغير هي دي حد معين ما ينفعش تزيد عنه. في عناصر المفروض يتعمل لها بيرج وما تعملهاش. فيش ورك سيت، فبتبدا تشوف الحاجات ديت. لو في ملف معمول سكتش اب بيقول لي خلي بالك لا كده في مشكله.